نظم نخبة من العلماء والأكاديميين والمثقفين ندوة ثقافية في صنعاء اليوم بعنوان معا لتصدي العدوان وتحصين الجبهة الداخلية. إلى التفاصيل. بعنوان معا للتصدي للعدوان وتحصين الجبهة الداخلية برعاية رئاسة جامعة صنعاء، نظم نخبة من العلماء والأكاديميين والمثقفين ندوة ثقافية بالعاصمة صنعاء تهدف لاستهداف طلاب الجامعة والأكاديميين لخلق اصطفاف وطني للدفاع والمواجهة ضد العدوان ودرءا للفتن الداخلية. هي فعالية ثقافية نوعية لأنها تستهدف واحدة من أهم شرائح المجتمع وهي الشريحة الطلابية البانية للغد، والتي ينبغي أن تكون هي الحصن المنيع للحماية والدفاع والمواجهة لأي عدوان ولأي فتنة يحاول العدوان أن يبذرها في صفوفنا الداخلية. الفعاليات تنظمها جبهة تصدي للعدوان وأكاديميين وقانونيين ومختصين ومشائخ علم وقبائل، بالإضافة لمشاركات تنظيمية مختلفة. الفعالية تأتي في إطار عدد من الفعاليات التي تنظمها منظمات المجتمع المدني والهادفة إلى فضح العدوان وأساليبه الخسيسة، وفي نفس الوقت تهدف إلى رص الصفوف وتقوية مدماك الجبهة الداخلية. فالجبهة الداخلية وإن كانت قوية جدا وصلبة ومتماسكة، إلا أنها تريد في من حين لآخر منشطات تحاول أن تذكي فيها قوة الصمود والتحدي. وتم خلال الندوة استعراض 4 أوراق عمل تناولت الأولى الجوانب التاريخية للعدوان الأجنبي على بلادنا قديما وحديثا، وتناولت الورقة الثانية تحت عنوان اليمن بلدة طيبة ورب غفور مكانة اليمنيين بين الشعوب وتعاملهم الحسن، حيث يضرب بهم المثل في السلم والتعايش في أي مكان. وفيما تلخصت الورقة الثالثة عن مدى شرعية العدوان من المنظورين الوطني والدولي، تناولت الورقة الأخيرة تحديد الطبيعة القانونية للعدوان السعودي على بلادنا. في هذه الندوة قدمت محاضرة مختصرة حول اليمن بلدة طيبة ورب غفور، فإن الله تعالى لم يجمع لأي أمة من الأمم بين طيب الأرض ومغفرة الذنب إلا لأهل اليمن. ولهذا نشيد بجهود جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج أن يوحدوا صفوفهم وأن يجمعوا كلمتهم وأن يدافعوا عن دينهم وعن أنفسهم وعن وطنهم، فهذا العدو المتحالف مع دول الكفر كلها هو عدو الإنسانية بكل فئاتها. موضوع ورقتنا اليوم هي الطبيعة القانونية للأعمال العدوانية التي قامت بها المملكة العربية السعودية تجاه اليمن. في واقع الأمر هناك وضعت عديد من التساؤلات والاستفسارات. ما هو العدوان؟ هل هناك تعريف محدد للعدوان؟ وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سنة 1974 وضع التعريف يعني منضبط يبين ما هو العدوان، ما هي صور العدوان، أشكال العدوان، ما هي الآثار المترتبة على العدوان. تخلل الندوة قصائد شعرية ألقاها عدد من الشعراء تؤكد على الصمود والتحدي في وجه تحالف العدوان السعودي على بلادنا، نالت استحسان الحاضرين.